عليه الصلاة والسلام الذي قال أكثر من ذكر، أيوة، وذكره بثلاثة ألفاظ، أكثر من ذكر هادم وهازم وهازم بالثلاث. ولذلك الإنسان ينبغي أنه ينتبه لهذه المسألة. تسجل؟ أحسن. يعني إيش الفرق بين الاثنين الثانيين، الزال والزاي؟ أيوة ممتاز. هادم من الهدم، وهازم من الهزم، وهازم من الهزم. والهزم هو يأتي بعدة أمور، نقول إن هزم فلان بمعنى أنه كان في منافسة وفقدها، لما نقول إن هزم فلان في المنازلة مع فلان. وتأتي انهزم أيضا للجيش، لما نقول الجيش انهزم في المعركة، يعني إيش؟ يعني خسرها. طيب، الهزم والهدم كلاهما بمعنى واحد، لكن تأتي هذه الهدم بصورة حسية والهزم بصورة معنوية. وهذا الذي يحدث عند المتوفى، يهدم ويهزم، تذهب روحه هزما ويذهب جسده هدما. وضحت لكم مولانا شيخنا؟ فكأن الهزم على الروح والهدم على إيش؟ على الجسد. ثم في كلا الحالتين هو قد، يعني ما الذي حدث له؟ هزم. ومن ظن أنه لن يأتيه ملك الموت أو لن يأتيه الموت، فهو قد انهزم في هذه المعركة.